العبد في سلوكه إلى الله عز وجل يلتقي درجات ثلاث في ثلاث مراحل. في أول أمره يكون عاميا كعامة المسلمين، فينظر ما منه إلى الله، هذه النقطة الأولى، ما منه إلى الله، صليت يا ربي ودرت وفعلت وتركت وكعد الحسنات. ثانية، ينظر ما من الله إليه، العبد ينظر ما من الله إليه، يعتبر بنعمة الله عليه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الثالثة هي ما من الله إلى الله، ما من الله إلى الله، كيقول كل شيء يا مولانا، وأنا يا مولاني إذا نمشي من الشريعة نفرط فيها، يا هو الحبل ديال النجاة والشريعة. الشريعة قال لك الصلاة حتى تموت في الوقت ديالها وكذا وكذا والشريعة كلها.